جولة الرابعة من أورينت نيوز، أهلا بكم ونبدأها بأبرز عناوين ملفاتنا لليوم. مستودعات الذخيرة كما هي أصبحت بيد الثوار، صناديق مليئة بصواريخ بعيدة المدى. الجيش الحر يسيطر على مستودعات الأسلحة والذخيرة في مهين بريف حمص. بعد تفجير المخابرات الجوية في السويداء، ما مصير بقية الأفرع الأمنية في المحافظة وكيف تستخدم المدنيين كدروع بشرية؟ بسبب نقص الذخيرة وتخاذل بعض الكتائب، الجيش الحر ينسحب من السبينة وقوات النظام تدخل إلى المدينة. أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة لهذا اليوم، والتي نبدأها من خبر تحرير الثوار في حمص لمستودعات السلاح والذخيرة في بلدة مهين، والتي تعتبر من أكبر مستودعات الأسلحة في سوريا. مراسلنا محمد زهوري ورغم إصابته كان هناك وقد أرسل لنا الصور الأولية بعد السيطرة على هذه المستودعات. وننوه إلى أن أورينت نيوز هو التلفزيون الوحيد في مهين وينفرد بنقل المعركة من قلب الحدث لحظة بلحظة، لنتابع. عم مشاهدينا الكرام، الجيش السوري الحر استطاع الدخول مؤخرا إلى داخل مستودعات مهين. هذه هي البوابة الرئيسية التي انسحب عقيد يائل الحسن من هنا، هو ودبابة له وأيضا سيارة زيل مدججة بعناصر، انسحبوا من هذا الطريق خروجا إلى جبهة صدد خوفا من أن يقوم الجيش السوري الحر باعتقالهم. سوف ندخل المستودعات الآن برفقة الجيش السوري الحر لنريكم مستوى الغنائم الذي اغتنموه في الساعات الماضية. كما نشاهد مشاهدينا الكرام، حجم الدمار يدل على المعركة العنيفة التي دارت هنا داخل مستودعات مهين، ثاني أكبر مستودعات يمتلكها نظام الأسد في المنطقة. الجيش السوري الحر كما قلت في الساعات الماضية استطاع تحرير هذه المستودعات، كامل المستودعات أصبحت بيد الجيش السوري الحر كما نرى. الغريب هنا أن الجيش السوري الحر تمكن بأقل خسائر الدخول إلى داخل المستودعات وتحريرها بالكامل. نحن في بداية مستودعات مهين، هذه هي المدرعات والسيارات الزيل التي اغتنمها الجيش السوري الحر في الساعات الماضية داخل مستودعات مهين، كما تحوي على سيارة اطفاء وايضا سيارات مدنية كما نشاهد قام الجيش النظامي في الفترة الأخيرة من تشليحها للمواطنين الذين كانوا يعبروا الطرقات في محيط مستودعات مهين. سيارات أزيل كما نشاهد معظمها ربما تكون غير عاطلة عن العمل، والجزء الثاني هو عاطل عن العمل، لكن كلها أصبحت الآن بيد الجيش السوري الحر، ويستطيع الجيش الحر اغتنامها في الفترة الأخيرة. هذه السيارة هي من نوع براد للخضروات، قام النظام وميليشياته بإخلاء هذا البراد وإملاءه بجثث عناصره. كما نشاهد هنا، هذا أحد عناصر الجيش النظام الذي قتل في المعركة الأخيرة. كان عقيد مهين يحاول إخلاء معظم هذه الجثث وإخراجها إلى خارج المستودعات لإيصالها إلى أهالي هؤلاء القتلى. مستودعات الذخيرة كما هي أصبحت بيد الثوار، صناديق مليئة بصواريخ بعيدة المدى وأيضا ذخيرة طلقات 23 وأيضا صواريخ غراد وأيضا صواريخ عديدة. سوف يحدثنا أحد قيادي قوات المغاوير عن هذه الغنائم، ما هي كمية الغنائم داخل مستودعات مهين، وهل كان 36 مستودع مليئين بالذخيرة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بفضل من الله وعونه ضمن معركة أبواب الله لا تغلق، قوات المغاوير بمشاركة عدد كبير من الفصائل أهمها الجبهة وفصائل عديدة، تمكننا لله الحمد بعد قتال عنيف لمدة تتجاوز الأسبوعين ضد النظام وصد أرتاله الجرارة التي أرسلها إلى المنطقة لتحرير هذه المستودعات من أيدينا بعد أن تمكننا من السيطرة عليها حاليا. المستودعات تعتبر ثالث أكبر مستودعات في سوريا ضمن بلدة قريبة من بلدة صغيرة هي بلدة مهين.
لله الحمد المستدعى تحوي كميات كبيرة ومتنوعة من الذخائر من الناعم الروسي بي كي سي 14.5 ل 23، والحمد لله لصواريخ بعيدة المدى، صواريخ جراد، صواريخ نوعية مضادة للدبابات ومضادة للدروع، حتى صواريخ منطه لله الحمد. أمور المستودعات بخير، كمية الذخيرة كافية الحمد لله لتسليح عدد كبير من الجبهات. سنقوم خلال المرحلة القادمة بنقل الذخيرة من المناطق التي نقلنا إليها الآن لتأمينها وتوزيعها على كافة الجبهات لله الحمد. الذخيرة الخطوة القادمة، المعارك مستمرة لا تزال حتى الآن بيننا وبين النظام. مع كل المعارك الحمد لله، الحمد لله النصر قادم إن شاء الله. سنحاول خلال الفترة القادمة عمل ما نستطيع ضمن إمكانياتنا من صد لقوات النظام وتحرير بعض المناطق إن أكرمنا الله. شكرا أبو حسين. طبعا أشكر قوات الجيش السوري الحر الذين ساهموا معنا بتغطية مستودعات مهين وأيضا المعركة التي جرت منذ أسبوعين وحتى اللحظة، وخاصة قوات الجيش السوري الحر وجبهة النصر الذين تعاونوا معنا بشكل سهل جدا. وأيضا أشيد بالذكر أن خسائر النظام كبيرة إن كانت في المستودعات أو في محيط المستودعات التي الآن هناك اشتباكات كبيرة في محيط المستودعات لإعادة السيطرة على هذه المستودعات. كان معكم محمد زوري من داخل مستودعات مهين للأورينت نيوز. ويبقى معنا محمد الزهوري مراسلنا من حمص وهو متواجد الآن في مهين. محمد، بداية يعطيك العافية، رأينا هذه الصور الحصرية التي زودتنا بها عن هذه المستودعات التي سيطر عليها الجيش الحر في مهين. بداية، كيف هو الوضع الآن في البلدة وكيف يتعامل طيران نظام الحربي بعد سيطرة الثوار على هذه المستودعات الكبيرة؟ نعم، مساء الخير وتحياتي لك ميرنا. اهلا بك. صراحه امبارح سويت معنا فصل ناقص. بالنسبه لمستودعات مهين، ثاني اكبر مستودعات بسوريا، الجيش السوري الحر حتى اللحظه يحاول اخلاء هذه المستودعات بسرعه قصوى، لكن كميه الذخيره وصواريخ وقواعد الصواريخ والعتاد وايضا المراكب العسكريه حتى اللحظه هي كثيره، والجيش السوري الحر بقدر ما أمكن سحب منها، لكن حتى لحظة لم يتحقق. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. محمد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. نعم، هل لك أن تعيد ما كنت تحدثنا به لأن الاتصال ليس واضح؟ كما قلت لك، نسبة الغنائم التي تنزل داخل المستودعات هي كبيرة. حتى اللحظة لم يستطيع الجيش السوري الحر بعد نقل ما يقارب 6 ساعات من مستودعات مهين، وحتى اللحظة لم يستطيع نقل 1% من هذه المستودعات، خاصة أن الهجمة التي كانت على المستودعات كانت فاشلة للنظام السوري. وأيضا نعم نعم محمد نسمعك. طيب، هل مهين الآن محصنة بشكل جيد من قبل الثوار؟ نعم، مهين وحواريين وأيضا صد هي محررة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر، لكن هناك محاولات من قبل من جبهة النعامية وأيضا القريتين وأيضا نعم وأيضا في طيار الشرق. طيب، وأيضا من النعامية وجبهة الرجعة وسائر 2 هي 3 جبهات يحاول النظام اقتحام المستودعات من إن هؤلاء الجبهات الجنوبية من الشمالية من مستودعات مهين للدخول وإعادة السيطرة على المستودعات، خاصة أن المستودعات تقع في وهي محاذية لقرى عديدة في بلد سوريا. كما قلت لك هي مطلعة على كافة الصحراء السورية وتقوم برفض جميع تحركات الجيش الحر إن كان بنقل السيطرة إلى المناطق الجنوبية أو الشمالية من هذه المناطق. الجيش السوري الحر استولى على هذا قلب المثلث، ايضا قلب مثلث المطارات العسكريه داخل نعم. طيب محمد، داخل القريه. نعم، هل الان البلده تتعرض للقصف من قبل طيران النظام؟ نعم، قلت لك نحن عين على الطائره وايضا صوتنا معكم. الطائرة تقوم منذ الصباح الباكر وحتى اللحظة تقوم بتنفيذ غارات وحشية على مستودعات مهين ل
قدر الامكان لتمنع الجيش السوري الحر من الدخول الى داخل مستودعات مهين، وايضا الدخول بالسيارات لنقل الغنائم الى مكان اخر، وايضا تقوم طائرات النظام بشن غارات على محيط المستودعات، واستهدفت ما يقارب 10 دبابات للجيش السوري الحر بعد خسائر كبيره. اريد اشيد بالذكر ان خسائر النظام كبيره كما شاهدتم، براد كان مليء ب الجثث والقتلى الذين كانوا يقاتلون بجانب الجيش النظامي او جيش الاسد، لكن خسائر الجيش السوري الحر كانوا موفقين في هذه المعركه. والخسائر كانت ربما تكون قليله بالنسبه لمعارك كانت تخاض في مناطق اخرى في سوريا كما شاهدنا في الاشهر الماضيه. كان نسبه الجرحى في هذه المعركه 84 جريح بالنسبه للشهداء كان ما يقارب نعم محمد، وصلت لنا ما يقارب 12 شهيد. نعم سوف نتحدث أكثر عن على كل خسائر قوات النظام وأيضا على المستودعات التي سيطرت عليها الجيش الحر مع أبو محمد قائد الفوج الأول في قوات المغاوير من حمص، ومحمد الزوري مراسلنا من هناك. طبعا نتمنى لك السلامة لأنك يعني تقوم بتغطية هذه المعركة، وهناك قصف من قبل الطيران على البلدة. احذر محمد، وشكرا لك محمد الزوري مراسلنا من مهين. وأيضا من مهين سوف ينضم إلينا الملازم أول أبو محمد قائد الفوج الأول في قوات المغاوير، أهلا بك. هل تم السيطرة بالفعل على جميع هذه المستودعات، وكم هو العدد الإجمالي لهذه المستودعات؟ أبو محمد هل تسمعنا؟ يا أبو محمد ازيك؟ إذن نعم أبو محمد سوف أعيد عليك السؤال. نتحدث عن المستودعات التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الحر، بداية كم العدد الإجمالي لهذه المستودعات الكبيرة المتواجدة في بلدة مهين بريف حمص؟ الحمد لله لقد من الله علينا بفتح عظيم وهي الاستيلاء والسيطرة. نعم أبو محمد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أعتذر منك أبو محمد لرداءة الصوت، سوف نحاول الاتصال بك إذا أمكن لاحقا. وننتقل إلى خدير خشفة الناشط الإعلامي من حمص. خدير، ماذا لديك من معلومات حول هذه المستودعات، عن حجم هذه المستودعات وطبيعة الأسلحة ونوعية الأسلحة المتواجدة فيها؟ نعم يعني مساء الخير لك استاذ المشاهدين. تعتبر منطقه المهين هي منطقه مهمه جدا في حمص، تبعد عن حمص 85 كيلومتر، وخاصه انها باقي المحافظات في منطقه حمص. هناك عدد من الطرق الى حلب وايضا الى توصل الى لبنان وايضا الى توصل الى المنطقه الشرقيه، وخاصه انها توجد فيها مستودعات الذخيره التي تحوي على ذخيره كبيره وجدت فيها المستودعات الذخيره بعد ان حررها الجيش الحر والكتائب الاسلاميه والمجاهدين المشتركين فيها. وجد فيها قذائف، عدد كبير من قذائف الهاون، وايضا عدد كبير من صواريخ البراد، وصواريخ ايضا هناك صواريخ الكونكورس، وايضا طلقات الرشاشات، وايضا البيكيسيات، وايضا عدد كبير من طلقات الرشاشات 23. حررت كامل المستودعات في منطقه أمهين، ولكن الجيش بشار الاسد يحاول الاقتحام لاعاده هذه المستودعات من جبهة صدد، من ناحية جبهة صدد الذي استطاع استعادتها منذ فترة بعد أن كان الجيش سيطر عليها. أيضا هناك طائرات الميج التي لا تهدأ من القصف الجوي، تحاول شن أكثر من 100 غارة يوميا، وأن تعيق عمليات نقل الأسلحة، وأيضا تقصف الطرق التي يحاول الجيش الحر إخراج منها هذه الأسلحة. كانت هناك عدد كبير من الكتائب المشاركة، هناك لواء الفوج الأول، لواء المغاورة الفوج الأول بقيادة الملازم الأول عرابة إدريس، وأيضا هناك الكتائب الإسلامية والمجاهدين وجبهة النصرة التي نفذت عدة عمليات في هذه المنطقة من عمليات استشهادية، حتى تم الدخول إلى هذه المستودعات عن طريق 6 محاور وعن طريق السلاح الذين
الذي السلاح الذي تم اغتنامه من منطقة الحدث ومن منطقة صدد عندما تم اقتحامها، ومن أيضا الهجانة العسكرية وأيضا الباقي القطع العسكرية التي اقتحموها قبل أن يصلوا إلى منطقة. طيب خضر، يعني الآن سؤال، هل هذه المنطقة محصنة بشكل جيد من قبل الجيش الحر، على العلم بأنه الجيش الحر يسيطر على بلدات وقرى في محيط بلدة مهين، ولكن هناك أيضا تخوف من أن يقوم النظام باستعادة هذه المستودعات؟ نعم، يعني بالنسبة لمنطقة مهين وأهمية مستودعاتها ولجوء يعني لجوء بشار الأسد وطيراني لقصف المنطقة، هذا يدل على أن المنطقة كلها محصنة، الجيش الحر متواجد على كل الجبهات، بينما ما يتم إخراج الأسلحة من هذه المنطقة وأيضا للتقدم إلى المعركة الجديدة، لأن هذه المعركة هي معركة مفتوحة، وأهمية المعركة هي أن الفاصل الزمني الذي تم به اقتحام مستودعات مين هو يعني مجرد أسبوعين تم اقتحام هذه المستودعات، يعني أن يعني هذا أن الجيش الحر متواجد بكمية كبيرة، متواجد بسلاح كبير، يتم اقتحام أكثر من منطقة، وخاصة بعد أن تم الاستيلاء على هذه المستودعات والأسلحة والذخائر، سوف يتم الاتجاه بها إلى حمص المحافظة. طيب أخدر، هل لديك معلومات عن وضع قوات النظام التي كانت متواجدة في هذه المستودعات؟ يعني هل تم أسر الجنود أم أنهم انسحبوا بعد المعركة؟ نعم، يعني تم أسر هناك بعض الجنود، هناك منهم من ما زالت جثثهم في الأراضي، أو قرابة أكثر من 100 جندي أسد ما زالوا متواجدة جثثهم في الأرض في المستودعات، وأيضا هناك العقيد يائل الحسن الذي هرب، هذا العقيد مع بعض الجنود الذي هرب من البوابة الرئيسية للمستودعات. نعم. هناك عدد من القتلى التي ما زالت في الأراضي منتشرة، أراضي المستودعات وفي أراضي مهين منتشرة. نعم، خضير خشف الناشط العالمي حدثتنا من حمص، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. ومشاهدينا، إذا نختم هذا الملف وننتقل الآن إلى فاصل قصير نتابع بعده ملفات جولة الرابعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ثاني ملفات جولة الرابعة لليوم نذهب فيه إلى السويداء التي شهدت أمس تفجيرا لمبنى المخابرات الجوية، ما أدى إلى مقتل رئيس الفرع العقيد أسد عبدو ونائبه النقيب إبراهيم العلي وعدد كبير من العناصر، إضافة إلى استشهاد عدد من المدنيين المارين بالقرب من هذا المبنى. هذا وتشكل الأفرع الأمنية في السويداء ذراع النظام الأمنية في الجنوب، وذلك بسبب الدور الذي تلعبه في اعتقال الناشطين وتعذيبهم والتسلط أيضا على الأهالي في المحافظة. رغم الهدوء الذي تعيشه مدينة السويداء منذ بدء الثورة السورية، إلا أن الأفرع والمقار الأمنية الموجودة هناك تلعب دورا مهما في تقويض الثورة السورية عن طريق اعتقال وتعذيب الناشطين. فرع الأمن الجنائي يعد من أهم الأفرع الأمنية وأسوأها سمعة، حيث تتمثل مهمة الفرع بالعمل كوسيط بين الأفرع الأمنية بدءا من اعتقال الناشطين وتحويلهم لاحقا إلى الأفرع الأمنية الأخرى أو إلى القضاء. فرع الأمن العسكري والذي يشكل أهل درعا أغلب المعتقلين المتواجدين فيه، يتم تحويل أغلب المعتقلين من درعا إليه بعد اعتقالهم، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية هناك التي لا تسمح ببقائهم. يليه فرع أمن الدولة والذي يقوم بتحويل المعتقلين بعد التحقيق معهم إلى الفرع الرئيسي في العاصمة. أما فرع الأمن السياسي فيعد الأقل سوءا بين الأفرع، وقد تعرض لمحاولة انشقاق وتفجير في منتصف عام 2012، إلا أن العملية باءت بالفشل. قسم الأمن الجوي الذي تعرض للتفجير مؤخرا لا يشكل بحسب ناشطين من المدينة أي أهمية استراتيجية، إذ لا يتواجد فيه أي معتقلين، وتتمثل مهمته الرئيسية بالاعتقال وتحويل المعتقلين إلى العاصمة. هذا وتتواجد كل الأفرع الأمنية بين مناطق سكنية وشعبية مكتظة، ما يشكل درعا بشريا لحمايتها من أي هجوم محتمل، في حين ينتمي 99% من العناصر الموجودة في الأفرع إلى محافظات أخرى من خارج السويداء. في موازاة الأفرع الأمنية يشكل مطار خلخلة والثعلة أهم المطارات العسكرية التي ينطلق منها الطيران الحربي للنظام لقصف مدن وبلدات حوران، بالإضافة إلى وجود الفوج 144 التابع للقوات الخاصة والذي يترأسه عصام محي الدين سيء السمعة.
إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه التطورات في السويداء ينضم إلينا من هناك علاء يوسف الناشط الإعلامي. أهلا بك معنا. لنبدأ من تفجير مبنى المخابرات الجوية، بداية اشرح لنا ما حدث بالتفصيل في هذه العملية. مساء الخير لك. أهلا بك. وللمشاهدين، لا أدري إن كنتم تسمعونني بشكل جيد. نعم تفضل، نسمعك بوضوح. نعم سيدتي، البارحة وقرابة الساعة الثانية والنصف ظهرا هز انفجار ضخم مدينة السويداء من الناحية الشمالية الغربية، تبين أنه ناجم عن سيارة مفخخة أمام قسم المخابرات الجوية، وهو نعم. ليس فرعا بطبيعة الحال. نعم. جرى بعده اطلاق نار من قبل عناصر القسم لترهيب الناس وفتح الطرق لسيارات الاسعاف. وبعد انجلاء غبار الانفجار بدا انه اسفر حتى اللحظه عن مقتل رئيس القسم وهو برتبه رائد. نعم. يدعى اسد عبده ونائبه برتبه نقيب وعدد من العناصر. كما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين او ثلاثه بينهم سيده 60 من عمرها. نعم. وجرح عدد آخر من العناصر المدنيين يفوق 40 شخصا، مما يرشح احتمالية زيادة عدد الشهداء. نعم. طيب، هناك نعم. أنباء، أنت تحدثت عن سيارة مفخخة، هل هذه المعلومات نعم. مؤكدة؟ لأن هناك من يقول بأن هناك فرضية أخرى بأن التفجير جاء نعم. من داخل الفرع. نعم سيدي. سنذكر اولا ان الانفجار بطبيعه الحال مما بدا من الصور ومن طبيعته ومن طبيعه الاضرار التي لحقت بالمكان يبدو بانها ناجمه عن سياره مفخخه. نعم. نعم. واود الذكر بان من المعروف لابناء السويداء بشكل عام وجود سياره تحمل رشاش دوشكا متواجده على باب الفرع دائما. نعم. وهناك فرضية تقول بأن شخصا أو أحد عناصر الفرع قام بتفخيخ هذه السيارة وتفجيرها على باب الفرع، مما يبدو بأن العملية تمت من داخل الفرع. نعم. وأود أن أؤكد من الصور الواردة ومن طبيعة التفجير يبدو بأنه في حرم الفرع أو في حرم القسم. نعم. طيب. لأنه بطبيعة الحال لا تستطيع أي سيارة مدنية غير موثوقة، حتى سيارات المدنيين الذين يقطنون بجانب القسم لا تستطيع الدخول من مفرزة أو نقطة التفتيش التي تقام المقاومة على باب القسم. نعم. إذن يبدو بأن السيارة لها صلاحية الدخول. إذن يعني هذا ما يرجح الفرضية الثانية. طيب على أن نتحدث بشكل أوسع نعم. عن الأفرع الأمنية المتواجدة في السويداء. نعم سيدتي. طبعا بالإضافة لقسم المخابرات الجوية الذي استحدث بعد أحداث عام 2000 في المحافظة، وهو في الحقيقة مستولى عليه من قبل المخابرات الجوية، لدينا الفرع الأمني الجنائي سيء السمعة. نعم. الذي قام ولا زال الآن يقوم باعتقال الناشطين والتنكيل بهم من أبناء المحافظة. لدينا فرع الأمن الجنائي طبعا في منطقة سكنية استراتيجية في منتصف أو في مركز المحافظة أو مركز المدينة. لدينا أيضا فرع الأمن السياسي، وهو أيضا في على طريق استراتيجي وفي منطقة سكنية. لدينا بجانبه فرع أمن الدولة، ولدينا كذلك وهو فرع الموت، فرع الأمن العسكري الذي المتواجد على طريق مشفى المحافظة الرئيسي، وهو طريق جدا هام ومكتظ دوما بالسير. نعم. طيب، كما لدينا بطبيعة الحال باقي أقسام الشرطة المدنية وما إلى هنالك. معظم هذه الأفرع تتواجد في داخل المدينة أم أنها في خارج المدينة بعيدا عن منازل المدنيين؟ سيدتي، لم يعودنا نظام الأسد على فرع أمني خارج المدنيين في كل سوريا، والسويداء ليست استثناء في هذه الحالة، إذ أن جميع الأفرع هي موجودة ومزروعة بين المدنيين للاحتماء بهم. نعم. وهذا ما يفسر يعني نعم. استشهاد عدد من المدنيين بتفجير أمس. سؤال أخير علاء، الآن كيف هو الوضع الأمني في السويداء بعد هذا التفجير؟
سيدتي، بعد تفجير دب الذعر في كل شبيحة النظام وفي كل عناصره الأمنية، وجرت هناك استفزازات إن كان للمعارضين من أبناء المحافظة، وجرت استعراضات مقرفة صراحة في داخل المحافظة من قبل الشبيحة ومن قبل عناصر الأمن، ويعني جرى يعني كانت في حالة هستيرية تقريبا يمكن وصفها بذلك من قبل هؤلاء، وذلك لتوتير المحافظة وذلك لاستفزاز الناس يعني داخلها. نعم شكرا لك. الى الان هنالك نقاط تفتيش وهنالك استنفار امني. نعم شكرا لك علاء يوسف الناشط العالمي، حدثتنا من السويداء. وأيضا في هذا المحور نستضيف زياد أبو حمدان عضو الائتلاف المعارض من الرياض. سيد زياد أهلا بك معنا، بداية ما هي المعلومات التي وردتك عن تفجير الأمن الجوي في السويداء وعن قتل هذا التفجير، عن عددهم وأيضا رتبهم؟ مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. احييك واحيي السيد علاء من السويداء على تقريره البسيط. المعلومات كما وردت لكم وتناقلتها وسائل الاعلام، من الواضح جدا ان النظام الذي فشل في كثير من المحاور التي دخلت الى محافظة السويداء من حيث اختلاف المواقف بين المحافظتين بين درعا والسويداء وتعزيز الخلاف الطائفي بين مكونات الشعب الواحد، حاول بشتى الطرق منع السويداء واهل الجبل من الدخول الى الثورة بشكل قوي وبشكل واضح، وغطى على كل الحراك الثوري وكل المظاهرات، والآن يحاول زج السويداء في مقاومة الثورة. نحن ننظر إلى تلك التفجيرات بريبة شديدة، لا يمكن على الإطلاق أن يكون هذا تفجير من الثوار أو من الذين يريدون الحراك الثوري في السويداء، على العكس تماما، هو عمل استخباراتي بامتياز، حيث أن السويداء مقطعة الأوصال وهناك كثير من العناصر الأمنية المتواجدة في كل مكان تمنع دخول الإبرة إلى السويداء بدون معرفة الأجهزة الأمنية. نعم. وأن هذا التفجير الذي يعد الفريد من نوعه في السويداء أمام مبنى المخابرات الجوية يعد مسرحية مفبركة تافهة ومكشوفة. نعم يعني سيد زياد أنت بكل أشكاله. طيب أنت يعني ترجح فرضية أن يكون التفجير جاء عبر منشق من داخل الفرع؟ لا نستغرب أن يكون هناك ترتيب مسبق للتخلص من بعض العناصر الاستخباراتية التي قد لا تشارك بعض مفاصل السلطة بتوجهها الأمني الخطير الذي يستمرون به، فقد يكون هذا أحد السيناريوهات التي يراها النظام تصب في مصلحته بإدخال السويداء على خط مقاومة الثورة والتخلص من أحد الذين يرفضون الحراك، يرفضون الاسلوب الامني الذي تتبعه بعض الاجهزه الامنيه في سوريا والحلول العسكريه وتهجير و نعم يعني خلط الاوراق وتدمير البنيه التحتيه لسوريا. نعم يعني انت ترجع ان يكون النظام وراء هذا التفجير. طيب كيف سينعكس اختفاء الامن الجوي عن خارطه السويداء يعني على الوضع بشكل عام في المحافظه؟ من المؤكد هناك اذا هذا السيناريو ثبت هذا يعني ان هناك خطه شيطانيه جديده تطبق في السويداء لوضع السويداء في وضع حرج اكثر، حيث انها حتى الان وردت تقارير كما علمتم منذ يومين بوجود 300 ألف ناجح من
من داخل القطر العربي السوري الى السويداء التي تعتبر آمنة نوعا ما. نعم. وهذا العدد الكبير يشعر بالأمان والاستقرار في السويداء بين أهله وجيرانه، ويترغب السلطة في جعل هذا الاستقرار كارثة على السويداء ومن يحصنها. نعم. سواء من سكانها أو من لجأ إليها، وجعلها غير آمنة تطبيقا. نعم. لما ينتهج من سياسات في كل أنحاء سوريا، مما أدى إلى وجود أكثر من 9 ملايين نازح ولاجئ تركوا بيوتهم. نعم. التي دمرت أو التي هجروا منها. نعم. شكرا لك سيد زياد أبو حمدان، عضو الائتلاف الوطني المعارض، حدثتنا من الرياض، أشكرك على هذه المداخلة. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده آخر ملفات جولة الرابعة لليوم، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد، ثالث ملفات جولتنا لهذا اليوم نناقش فيه انسحاب الجيش الحر من السبينة بريف دمشق بعد تقاعس الكثير من الكتائب عن نصرته، الأمر الذي أدى في النهاية إلى اقتحام المدينة من قبل قوات النظام، ونقف وإياكم على تفاصيل ما جرى في السبينة ولكن بعد هذا التقرير. تحت وطأة القصف الشديد والحصار الخانق الذي فرضته قوات النظام وميليشياته على مدينة السبينة بريف دمشق لأكثر من أسبوع، أعلنت كتائب الجيش الحر العاملة في السبينة عن انسحابها من المدينة التي وصفها الناشطون بالاستراتيجية كونها تعد البوابة الجنوبية لأحياء دمشق. الله أكبر، صاروخ صاروخ، هذا طلع من هناك أرض. قوات النظام حشدت لهذه المعركة رتلا عسكريا ضخما سبقه تمهيد ناري مكثف، إلا أن الثوار بما توفر لديهم من سلاح تصدوا لهذه المحاولات مكبدين فيها قوات النظام خسائر في الأرواح والعتاد، بيد أنه وبحسب الناشطين لم يستطع الثوار الصمود أكثر من ذلك بسبب النقص الحاد في الذخيرة وعدم تلبية فصائل مهمة في الجيش الحر تملك السلاح والذخيرة للنداءات القادمة من السبينة والداعية بضرورة التوجه إلى المدينة وفك الحصار عنها، وهذا ما أشير إليه في بيان لكتائب الجيش الحر في السبينة والتي اتهمت فصائل قالت أنها معروفة للجميع بما أسمته بيع وتسليم السبينة لقوات النظام. دمار جرال القصف على حجير البلاد. الله. وبحسب شهود عيان فإن قوات النظام بدأت تعد العدة لاقتحام بلدة حجير المجاورة، فيما توجه رتل آخر إلى مدينة المليحة وسط تخوفات من مجازر جديدة قد ترتكبها قوات النظام بحق الأهالي فيما إذا استطاعت اقتحام تلك البلدات. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من ريف دمشق إسلام علوش الناطق العسكري باسم جيش الإسلام، أهلا بك معنا. بداية، كما نعلم بأن جيش الإسلام لديه إمكانيات كبيرة بالنسبة لعدد الكتائب والألوية العاملة ضمنه وأيضا العتاد الذي يمتلكه، إذن يعني لماذا لم يتدخل جيش الإسلام ويحول دون انسحاب الجيش الحر من السبينة هذه المدينة الاستراتيجية؟ الرحيم. عندما نتكلم عن دمشق وأحياء جنوب العاصمة والغوطتين فإننا نفتح كتاب حرب المدن، وذلك لأن الأبنية متلاصقة وتكثر فيها خطوط النار وخطوط الاشتباك، ولا يفيد في هذا الأمر إلا حروب العصابات. الأمر الذي يستخدمه ائتلاف ميليشيات الأسد هو استخدام القوة العسكرية الأكبر في دمشق، حيث أنه استخدم حوالي 5 فرق كاملة لحماية دمشق والقتال واستلام الأمور الدائرة في القتال على الحدود المتاخمة لهذه العاصمة. يقود هذا القتال عناصر من حزب الله الذين تمرسوا في حرب العصابات، وهم يستطيعون يعني القتال في هذه المناطق. أما من أجل يعني جيش الإسلام فقد كان له كتائب في جنوب العاصمة، وقد آزر الكتائب موجودة في سبينة في تلك المنطقة، حيث أمن لهم يعني الطريق للخروج من تلك المنطقة، وبحمد الله يعني خرجوا سالمين.
نعم. بعدما أن حوصروا من الاتجاهات الأربعة، لكن هذا الأمر يقوم الجيش السوري الخائن بإدارته على أعلى مستوى، حيث يقوم ويستهلك فيه ما أمكنه من ذخيرة ويتبع سياسة الأرض المحروقة، لأنه نعم. يعلم تماما بالخطر. ولكن سيد إسلام، لماذا لم يتم يعني التنسيق بين الكتائب والألوية المقاتلة بشكل أكبر، ويعني عملوا تحت قيادة واحدة على هذه الجبهة؟ هذا الأمر صعب جدا. لماذا؟ حيث أن يوجد التدخلات الكبيرة ما بين المقاتلين المجاهدين في تلك المنطقة والكتائب التابعة لنظام الأسد ولواء الفضل عباس وحزب الله. لا يوجد يعني مناطق منفتحة، لا يوجد مساحات واسعة تستطيع إدارة العمليات التحكم فيها. التداخل هو أهم الأسباب التي جعلت الانفصال الإداري يحصل بين الكتائب الموجودة هناك. أيضا صعوبة التواصل في تلك المنطقة والقصف الكثيف والمشدد عليها، حيث كما قلنا الجيش الأسدي الخائن يتبع سياسة الأرض المحروقة في تلك المنطقة بعدما علم تماما بأنها منطقة استراتيجية ولها بوابة لتحرير دمشق، يحاول يعني استهلاك جميع قواه في تلك المنطقة، وحتى أيضا الخبرات والعتاد الخبرات البشرية والعتاد الضخم، حيث أننا رأينا أرتالا من الدبابات كانت في تلك المنطقة وكانت قد قدمت من الكسوة من الفرقة الأولى ومن غيرها من المناطق لتعزيز تلك المنطقة. هذا ما يعلمه تماما بأن النظام الأسدي المنطقة الاستراتيجية التي يعني الأهمية الاستراتيجية التي تحملها منطقة أسبين، نعم، مناطق ما كما هو يمارس وضع الحصار الخانق ليضطرهم للأبطال الاستسلام، ولكن هذا لن يحصل أبدا إن شاء الله. طيب بالنسبة لجيش الإسلام، هل دعوتم باقي الكتائب العاملة في دمشق وريفها للانضمام إلى جيش الإسلام، وما كان يعني ردهم أو تجاوبهم إلى ذلك؟ يعني الجيش الإسلام وغيره من الكتائب والألوية على مستوى سوريا والفصائل قاموا بحملات لتوحيد الجهود، نعم، وتوحيد سواء كان من غرف العمليات العسكرية أو من وراء يعني المباحثات والمفاوضات لتوحيد الجهود العسكرية وتوحيد الفكر العسكري والقتال. هذا الأمر إن شاء الله يعني سيدر نتائج جيدة في الأيام في الفترة القادمة إن شاء الله، ولكن يوجد بعض الصعوبات، نعم، بعض الصعوبات لأجل هذا الأمر، ومن أهم هذه الصعوبات التفتت في المناطق، نعم، والتداخل ما بين المقاتلين والجيش الأسري. نعم، أرجو أن تبقى معنا. سوف ننتقل إلى أيضا من دمشق ينضم إلينا خبيب عمار ناشط العالمي. خبيب أهلا بك معنا. نقص في الذخيرة وأيضا هناك أنباء عن تقاعس في كتائب معروفة، هذا ذلك وفق الناشطين كان وراء انسحاب الجيش الحر من لسبينة. بداية، من هي هذه الكتائب ولماذا تقاعست عن نصرة الثوار في السبينة؟ أهلا بك سيدتي. بداية، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، وحريا بكل كتيبة أو لواء يتبنى اسم الإسلام يجب أن يكون يدفع ثمن هذا الاسم. للأسف كان النقيب إسلام علوش يتحدث أن جيش الإسلام لديه كتيبة واحدة صغيرة تسمى كتيبة أم المؤمنين عائشة الطاهرة، وهذه الكتيبة على خلاف مع جيش الإسلام بسبب عدم مدها بالسلاح والذخيرة في منطقة السيدة زينب بالتحديد. جيش الإسلام نحن لدينا عتب كبير، والشارع هنا في ريف دمشق الجنوبي وأيضا في الريف الغربي للعاصمة دمشق يقول: لماذا آزر جيش الإسلام، رد أطرح السؤال على إسلام علوش، لماذا آزر جيش الإسلام جبهة النصرة والكتائب العاملة في مستودعات الذخيرة ولم يؤازر إخوانه في جنوب العاصمة المحاصر؟ بإمكان جيش الإسلام سيدتي أن يسيطر على الجزء الثاني من بلدة عقربة وينفتح الطريق إلى جنوب العاصمة دمشق. بإمكان جيش الإسلام أن يحرر مدينة الشبعة ويفتح الطريق من جهة بيت السحم ويدخل إلى جنوب العاصمة دمشق. بإمكان جيش الإسلام السيطرة على طريق مؤتمرات والدخول عبر الذيابية والحسينية والبيضة قبل أن، نعم، خبيب عليها، نعم، متبلش النظام. لماذا هذه الافعال؟ لماذا نؤثر من اجل ذخيره والسلاح ولا نؤثر من اجل نصف مليون محاصر في جنوب العاصمه دمشق ممن ياكلون العدس صبحا وظهرا وليلا؟ دعني انقل هذا السؤال، نعم،
خبيب سوف أعود لك، دعني أنقل هذا السؤال إلى إسلام علوش ناطق العسكري باسم جيش الإسلام، ما زال معنا على الهاتف. سيد إسلام، سمعت ما ذكره خبيب عمار، ما هو ردك؟ أولا نشكر الأخ خبيب لهذه يعني المدح في جيش الإسلام، حيث أنه يقول يستطيع ويستطيع ويستطيع، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الناس. لكن الأمر الذي يتكلم فيه يعني بصراحة هو عسكري استراتيجي بحت. نحن نعلم تماما أننا عندما نصل إلى جنوب العاصمة يجب تحرير مناطق كبيرة ومن أهمها جرمانة، وإذا حررنا جرمانة يعني نستطيع أن نقول أن نصف نظام السوري قد سقط، ويعني انتهت الحرب في هذه البلاد ونحن لسنا مسرورون في هذه الحرب. أما عندما يتكلم عن موضوع مهين، فنحن في الطريق إلى مهين كان سالكا وبسهولة من كتائبنا وألياتنا الموجودة في القلمون. أما وجود الجنوب العاصمة في هذا الحصار الخانق لا نستطيع الوصول إليه، ونسأل الله أن يفتح. لماذا لا تستطيعون الوصول إليه؟ بسبب انقطاع المناطق. الغوطة الشرقية الآن جبهتها حوالي 110 كيلومتر، يطوق النظام الأسدي الخائن هذه المنطقة بكاملها. لا يدخل إلى الغوطة الشرقية يعني ذرة طحين، لا يدخل الدواء، لا يدخل الغذاء، لا يدخل شيء ولا أي شيء، يعني مطبق عليها حصار خانق بالكامل. فكيف لنا أن نستطيع أن نصل إلى جنوب العاصمة؟ ونحن من هذا المنبر نطلب من جميع الأخوة إعطائنا خطة استراتيجية عسكرية واضحة، نعم، عقلانية منطقية، حتى ننفذها من يعني من لحظتها، ولا نريد يعني فقط إثارة العواطف دون أن يكون يعني باستطاعتنا أي أمر نفعله، نعم. لكن نطلب من الخبرات ومن الناس الناصحين أن يعطونا خطوة عملية لتحرير المناطق الموجودة، ونحن نرحب في أي يعني رأي ممكن أن يعطى لنا، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن وأيضا عند ثقة الناس فينا. شكرا لك اسلام علوش الناطق العسكري باسم جيش الإسلام من ريف دمشق. بالعودة إلى خبيب، خبيب ما تعليقك؟ سيدتي الكريم، يتحدث هو عن مدح، أنا أمدح بسبب السلاح الذي سيطر عليه، وهذا السلاح هو ملك للشعب السوري، ومستودعات الدنحة التي سيطر عليها جيش إسلام بالتعاون مع كتائب حمص هي ملك للشعب السوري، ويجب أن تعمل في قلب العاصمة دمشق، ويجب أن يفك الحصار عن جنوب العاصمة دمشق. عندما يقول أنا أمدح جيش إسلام، نعم أمدح جيش إسلام، نعم. وعندما أقول برأيك يعني خبيب، هل هناك مشكلة في التنسيق بين الكتائب؟ لأنه يعني إسلام علوش تحدث عن خطة واضحة، خطة عسكرية لكي يعني يقوم بتنفيذها، إذن يعني هناك تعاون من قبله، هنا ما الخلل، ما المشكلة بين في هذا النقص بين التعاون والتكامل بين الكتاب التي تقاتل على هذه الجبهة؟ عندما جيش الإسلام يستعرض دبابات من نوع T-72 ويستعرض الشركيات ويستعرض عربات البي ام بي على المتحلق الجنوبي استعراض ولم يأخذها إلى جنوب العاصمة دمشق، فهذا يشير إلى عدة أشارات استفهام على جيش الإسلام. عندما جيش الإسلام أكثر من نصف مليون محاصر، كان بإمكانه أن يحول له ذلك بمؤازرة إخوانه في منطقة الشبعة وعدم سقوطها، وهي التي تتصل مباشرة مع بيت سحم الواقع في ريف دمشق الجنوبي، فهذا يثير علامات استفهام كاملة. بالحقيقة الشارع السوري، جيش الإسلام أعلن عن هذا التشكيل وأعلن طن وردنا مثل ما يقولون، ولكن لم نشهد شيئا عرض. قال أنه سيطر على 1500 صاروخ من نوع ميلان وكوكورس، ولم نشهد إلا القليل من هذه الصواريخ. أين سلاح الشعب السوري وليس سلاح جيش الإسلام؟ أين ذخيرة الشعب السوري وليس ذخيرة جيش الإسلام؟ أين رأس جيش الإسلام؟ زهران علوش أين هو؟ هو الآن أين هو؟ أليس الحري به أن يقود المعارك؟ لماذا يقودون المعارك في الطريق صارخ في القلمون وهم لا يستطيعون فتح طريق الغوطة الشرقية؟ فكيف ذهبوا إلى مدينة القلمون؟ لا يستطيعون الدخول عبر العتيبة وعبر القريتين إلى مهين، فكيف ذهبوا إلى القلمون؟ هذه إشارات استفهام جميعها تنشر على جيش الإسلام، وأعتذر من النقيب إسلام علوش على يعني على هذا النقاش الحاد بيني وبينه، ولكن الشعب السوري هو أهم والأهم ويبقى الأهم، لأنه هو صاحب الثورة، والشعب السوري هو صاحب الثورة، والثورة ليست في دوما ولا في الغوطاء الشرقية ولا في جنوب العاصمة، الثورة السورية في كل مكان بكل الطوائف بكل الأديان. نعم،
أشكرك خبيب عمار ناشط الإعلامي على هذه المداخلة معنا في جولة الرابعة. ومشاهدينا بهذا إذن نصل إلى ختام جولتنا اليوم. قبل الختام نذكركم بعناوين ملفاتنا. مستودعات الزائرة كما هي أصبحت بيد الثوار، صناديق مليئة بصواريخ بعيدة المدى. الجيش الحر يسيطر على مستودعات الأسلحة والذخيرة في مهين بريف حمص. بعد تفجير المخابرات الجوية في السويداء، ما مصير بقية الأفرع الأمنية في المحافظة وكيف تستخدم المدنيين كدروع بشرية؟ بسبب نقص الذخيرة وتخاذل بعض الكتائب، الجيش الحر ينسحب من السبينة وقوات النظام تدخل إلى المدينة. جولة الرابعة انتهت اليوم. لمزيد من الأخبار ولمشاهدة برامجنا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني orient-news.net. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.